توقيف مشعوذ يبلغ من العمر 60 سنة، ينحدر من مدينة مستغنم ويقيم بها رفقة زوجته، متورط في قضية المساس بمعلوم من الدين وممارسة الطقوس والشعوذة مع حيازة وثائق لهوية الغير بدون وجه حق. وبعد الحصول على إذن بالتفتيش، تمت عملية تفتيش مسكن المشتبه فيه الكائن بمدينة مستغنم ليتم العثور على ما يلي: قلم خشبي أسود يستخدم في كتابة الطلاسم، ألبوم صور لأشخاص غرباء، أدوات حديدية على شكل مستطيلات، مستحضرات من مواد كيماوية تستخدم في عملية الشعوذة، كتاب المصحف الشريف الأخضر اللون، كتب الأدعية الدينية، عصي خشبية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى قارورتي خمر من نوع باستيس ذات الصنع الأجنبي. التحقيقات في القضية كشفت عن شركة ثالثة لهما مهمتها جلب الزبائن للمشعوذ بواسطة من زوجته.